أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك تنسيقا كاملا بين الوزارات والجهات المعنية بما يحقق تدابير احتياجات القطاع الطبي من خلال آليات الشراء الموحد. وخلال اجتماع عقده لبحث إجراءات تيسير استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، لفت مدبولي إلى أهمية الإسراع في توفير تلك الاحتياجات لتدبير متطلبات هذا القطاع الحيوي. كذلك تطرق الاجتماع لاستعراض الخطوات الجارية في إطار التعامل مع المنصه القوميه الموحده للتجاره الخارجيه الى جانب الاجراءات الخاصه بتنظيم اصدار الاعتمادات المستنديه للاستيراد من الخارج واهميه دور البنك المركزي في هذا الصدد